حدائق الحيوان والطيور والأسماك. هو في بداية طبعا الصيف إحنا لمسنا من درجة الحرارة عالية، وعموما إحنا في كل صيف بناخد إجراءات احترازية، لكن الصيف ده كثفنا أكتر. بالنسبة للإجراءات الاحترازية داخل حديقة الجيزة والحدائق الإقليمية، تقريبا من أسبوع بالتحديد يعني زودنا المياه الشرب بإلكترولايتس، بعض الأملاح اللي هي عبارة عن محلول معالجة الجفاف بنزود فيها، بحيث إن هو يعوض الحيوانات عن الأملاح اللي هي بيفقدها في الحر دوت. برضو عملنا برامج وقائية زي إضافة فيتامين سي لجميع الحيوانات لرفع المناعة عندها ومقاومة الإمراض في الصيف. إلى جانب كده قمنا برش الطرق والأشجار لتخفيف درجة الحرارة للبيئة المحيطة بالحيوانات دي. بالنسبة للجور المفتوحة، جور العرض المفتوحة، لو ما فيش مظلات بنقوم عاملين مظلات كافية يعني ناحية سبع البحر مثلا، عملنا له مظلة جديدة. بعض الحيوانات حطينا مظلات عبارة عن فروع النخيل، بحيث ان الحيوان في اماكن العرض بتاعته يلاقي ظل يقدر يستظل بيه في اماكنه. برضه بالنسبة فتحنا المبايت، الابواب بتاعت المبايت بتظلت مفتوحة علشان ندي حرية للحيوان ان هو يعني حب يخش جوه المبنى بتاعه، شايف ان درجة الحرارة يتكيف معاها افضل، ماشي عايز يطلع بره يعني يكون براحته خالص. عملنا لجميع الحيوانات تقريبا في اليوم حمامين مية، بيترش الجسم كله بالمية لترطيب الجسم. الجور نفسها واماكن العرض رشيناها مية علشان نلطف من درجة الحرارة الجو ونساعد الحيوان ان هو يتكيف مع درجة الحرارة الموجودة. برضو في اهتمام بالمأكولات وخاصة المأكولات الطازجة زي الخضروات الخس والخيار والكوسة والجزر، اللي هي دايما بنحاول ان احنا نقدمها بشكل بدري قوي على اساس ان الحيوان ياخدها غضة وفي نفس الوقت فيها نسبة سوائل عالية، البطيخ الجنان. الحمد لله صحة الحيوانات كلها بخير الحمد لله، في متابعة يومية من خلال الصف القائمين بالعمل في حدائق الحيوان، إذا كان من علاج أو إذا كان متابعة للوقوف على الحالة الصحية، والحمد لله كلهم بيتمتعوا بصحة جيدة وتكيف بالنسبة للظروف الحالية الحمد لله. نسأل الله إن بس تزول يعني موجة الحر ديت إن شاء الله قريبا بإذن الله إن شاء الله.